وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة أمينة المجلس اسمحوا لي، ونحن في هذه اللحظات نعيش مصابا جللا بوفاة أحد أعضاء مجلسنا سابقا ورئيس الفريق ورئيس لجنة ووزيرا للدولة المرحوم عبد الله بها رحمه الله وغفر لنا جميعا. وقبل أن نفتح الجلسة أدعو المجلس المحترم إلى قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.